لكن الخوف من الله سبحانه وتعالى له معنى أدق وأعمق وأكثر قرب إلى الروح، إذ أنك قد تخاف دون حب، تخاف من عدوك ولكن لا تحب عدوك، تخاف من المفترسات ولكن ليس هناك محبة ولا هيبة، لكن خوف المؤمن من الله سبحانه وتعالى يحمل في طياته رهبة وهيبة ومحبة واحتراما. ما معنى المقام؟ المقام من القيام، أي أنك تخاف عندما تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يسألك عن خطأ قد اقترفته فتقف أمامه حيياً لا تستطيع أن تتلفظ ولا كلمة واحدة.